دي ريكوردر برنامج مسجل الشاشة المهكر. انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا وياكم أحبتي من جديد، وهذه الواجهة الرئيسية للبرنامج مسجل الشاشة. تتكون من 4 أقسام. القسم الأول اللي يضم الفيديوهات اللي موجودة على جهازك، أما القسم الثاني فهو يضم الصور اللي كنت محرر صور على جهازك، أما القسم الثالث اللي يضم البث المباشر اللي ممكن تربطه على قناتك على اليوتيوب وتبث بث مباشرة. أما حاليا فاني جاي أسجل من خلال هذا البرنامج فما أقدر أبث. أما القسم الرابع فيضم 6 واجهات اللي هي تحرير مقطع فيديو، بإمكانك تعدل وتحرر المقطع الفيديو تضيف عليه تأثيرات كذلك. أما القسم الثاني فهو دمج مقاطع الفيديو بالصور، بإمكانك تجبس مقاطع فيديو وصور. أما القسم الثالث فهو تحويل الفيديو إلى GIF، يعني تحويل الفيديو إلى صور. أما القسم الرابع فهو نقل الفيديو اللي قمت بتحريره أو إنشائه إلى عبر الشبكة. أما القسم الخامس فهو تعديل الصور. أما القسم الثالث فهو تجميع الصور، بإمكانك تجميع العديد من الصور. أما بالنسبة لضبط الإعدادات فمثل ما تعرفون البرنامج يحتوي على العديد من المميزات، من أهم هذه المميزات اللي هي دقة الفيديو، فبإمكانك تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل، كذلك بإمكانك تصوير 720 وأنا حاليا ضابط على 720. أما القسم الثاني فهي جودة مقطع الفيديو، أنا مخلي على التلقائي المستحسن ويصل إلى 12 ميجا بايت. أما القسم الثالث فهي الإطارات في الثانية، بإمكانك إضافة 60 إطار بالثانية. اتجاه الفيديو أنا مخلي على التلقائي، بإمكانك تخلي أفقي أو صورة شخصية. بإمكانك تشغيل هذا الخيار ويقوم بتسجيل الصوت، أو بإمكانك إلغاء تسجيل الصوت. موقع الفيديو بإمكانك حفظه على أي موقع أنت راح تختاره. أما عكس لون الفيديو فعند تشغيل هذا الخيار فراح يتحول إلى لون أسود وأبيض. إصلاح العطل في واجهة مستخدم النظام، اترك هذا الخيار على وضعه. وضع التسجيل قياسي، تركه على وضع نفس الحالة. إخفاء نافذة التسجيل، بإمكانك إخفائها أو بإمكانك إظهارها من خلال هذا الخيار. تحريك الهاتف لإيقاف التسجيل، فعند تحريك الهاتف راح يتوقف التسجيل بدون أنه تنزل البردة الموجودة فوق وتلغي التسجيل. بلا تغلق التطبيق عندما تخرج من النافذة، بإمكانك نفس الحالة تفعل هذا الخيار. العداد بإمكانك وضعه على 10 ثواني أو 5 ثواني أو 3 ثواني قبل البدء أو تلقائي بدون أي ثاني. إخفاء زر التسجيل في الصفحة الرئيسية، يعني بعد ما تخرج البرنامج بإمكانك نفس الحالة تفعل هذا الخيار واختفي. استمر في التسجيل حتى بعد الإغلاق، يعني يستمر في التسجيل حتى عندما تغلق الهاتف. أما بالنسبة للقطة الشاشة كذلك الكاميرا أو إظهار مميزات اللمس. العلامة المائية، بإمكانك إخفاء العلامة المائية وبإمكانك إضافة علامة مائية. مثل ما تعرفون هذا البرنامج مهكر، يعني ما يحتوي على أي علامة مائية. بإمكانك كذلك إضافة علامة مائية مخصصة للبث المباشر أو علامة مائية مخصصة للتسجيل، أنت تضيفها من خلال الصور وتحدد موقعها. أما باقي الخيارات فبإمكانك أنه تتركها على وضعها كما هي. شكرا للمتابعة،
لا تنسى الإعجاب بالقناة والاشتراك